إنترنت الأشياء، أحد برامج التخصصات الدقيقة CX وماجستير MX. هدفه يخلي الأشياء حولنا ذكية بأن يعطيها القدرة على الحس والتأثير واتخاذ القرارات بشكل آلي، ويغطي هالتخصص الكثير من المواضيع مثل النظم المدمجة، بناء أنظمة إنترنت الأشياء وتأمينها، إنترنت الأشياء الصناعية، بروتوكولات الشبكات الخاصة بها، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وبناء تطبيقات باستخدام هذه التكنولوجيا في مجالات خاصة ومهمة.